تقنيات العلاج بمجال الفكرة ومدربة بالسلام الداخلي. سماح، عم نشوف قدامنا رسم لعجلة الحياة أم الويل أوف لايف، فسري لنا أكثر عنه. أوكي، تمرين عجلة الحياة أو ويل أوف لايف هو تمرين جداً ممتاز وجداً سهل، أنا very basic exercise للشخص اللي حاب يكتب أهدافه للعام الجديد. ليش؟ لأنه هو بيقسم جوانب حياتنا بشكل مرتب وغالباً أغلبنا نحتاج هذه الجوانب. أوكي. فيساعدك أنك تكتب أهدافك بشكل مبسط. أوكي. حلو، نحن معنا أصلاً. كيف تساعد هذه العجلة على تحقيق أهدافنا؟ ما سمعت، معليش؟ كيف ممكن تساعدنا هذه العجلة على تحقيق أهدافنا؟ يعني أنا مثلاً كنت لما بحقق أهدافي مثلاً بشتري سيارة، أصور صورة سيارة وأقصها وألصقها وأكتب فيها تحتها السنة اللي حشتري فيها واللون والمواصفات. فلما شفت هذه العجلة اللي قعدت أقول كيف ممكن تساعدني إن أنا أحقق أهدافي؟ ممتاز. في كثير أشخاص ما تعرف كيف تكتب أهدافها، تقول طب لو أنا عندي ورقة من وين أبدأ؟ إيش الجوانب المهمة؟ تضيع. فهذه الورقة باختصار تساعدك أنها هي ترتب لك جوانب حياتك. أوكي. الجانب الصحي هذه السنة أنت كيف تبين تهتمين فيه؟ تبين تقللي الوزن صحي؟ تبين تمشي تعملي الرياضة؟ الجانب المالي إيش حابة تعملين فيه؟ فأنت وانت تكتبين أهدافك في كل جانب، وبعدها لو عندك صور تحطينها على هذه الأهداف على هذه الورقة. يعني بس أنا بدي أستفسر عن شغلة، حضرتك عم تقولي نقسم أهدافنا بهول الفئات يلي مقسمين بالويل أوف لايف وبعدين عم نعطي أهمية لكل مجال أكتر ولا ما ضروري؟ يعني منشوف كل مجال قداد يعني لنا كأولوية ولا لا؟ Yeah, very good question. قبل ما أنا أعبي الويل أوف لايف أعطي ريتنج لكل جانب. أنا الآن قد إيش راضي عن الجانب الصحي في حياتي من 10؟ ممكن أقول أنا ماني راضية، وزني ما أسوي رياضة، فنكتب. أهتم بهذا الجانب أكثر. فنكتب الرقم كام، صح كده؟ يعني لو هنا مثلا في الجانب الصحي اكتب الرقم اللي انا شايفه مثلا 7، صح؟ يس. هنا وعلى اساسها بنحط الاهداف. اوكي، طب انا عندي سؤال برضو، مكتوب شفرة تحقيق كل ما تريد، ايه بقى ايه الحته دي؟ هذا التمرين انتوا جبتوه مخصوص ل هذا البارت تحديدا مخصوص لمشتركين برنامج شفرة 2022. أوكي. هو يعني كود خاص لهم يضعونه في ورقة عجلة الأهداف. I cannot share it with you. I'm sorry. هو فقط للمشتركين. أوكي. أوكي. طيب احنا ممكن سماح احنا قول لي يا نادر. لا قول انت مؤيد، عيب، تفضل. طيب انا بس بقول لي سماح انه احنا نبي نقول لها عن هدف كل واحد فينا احنا الأربعة، وهي بعدين تقول لنا كيف احنا نحققه. فابغى ابدا مع لانا. شو بك حطيتني تحت الأمر الواقع؟ أوكي. يلا لا لا. أنا مثلاً حسيت الجانب الصحي عندي شوي ضعيف، فعبالي أهتم أكتر بصحتي وصير نام بكير وأوعى بكير شوف الصحة. أنا دي أغنية؟ لا بس أنا عن جد عبالي صير أوعى أبكر أصحى.